ألقت الشرطة الفلسطينية صباح هذا اليوم على سارق تمثال الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي كان موجود في المنتدى قبل 8 أعوام تقريبا. هذا التمثال الذي يزن 100 كيلوغرام ومصنوع من البرونز الخالص طبعا بيع لأحد المواطنين ب$2000 تقريبا. الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة قامت بمجهود كبير جدا بعدما وصلت إلى الذي قام بهذه السرقة واعترف على الأمر، وقمنا بالتحريز هذا التمثال والذي يوجد الآن لدى النيابة العامة، وستقوم النيابة العامة بتسليمه لوزارة السياحة.